الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين ومنه سبحانه وتعالى دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. هكذا متابعين الكرام وعلى بركة الله يندفع الشوط الثاني للأبكار الحقائق، ومسافة هذا الشوط هي 3 كيلومترات. انقضت مجريات ومنافسات الأشواط الرئيسية بعد أن ذهب التفجير في الشوط الرئيسي للأبكار الحقائق مع حمد بن جابر بن جهمان البريدي. بعد ذلك أتى في شوط القعدان الرئيسي شكلان وسالم بن علي الصعاق ليحقق ناموس هذا الشوط. متابعينا الكرام، اندفعت الأسماء واندفعت الشعارات باحثة لا شك بذلك عن الناموس ولا غيره، لتستعد إلى الختام المنتظر لهذا الجروب. بداية متابعينا الكرام مع مقدمة الشوط وأحد الأسماء الشهيرة هنا الحذرة ومحمد بن ناصر آل الطريبيل من يقدم لنا الحذرة مع المركز الأول والصدارة الأولى. المركز الثاني هنا متابعينا الكرام، الوصول من الذيبة ومبارك ومحمد بن مبارك الدهن من يتقدم في هذه اللحظات. ثالث الأسماء المنضمين والمعلنين عن التحدي متابعينا الكرام، الوصول في هذه اللحظة مزيار وأحمد بن سلمان المنصوري من يتقدم مع المركز الثالث. رابع الأسماء والتحديات هنا هملولة وعبد الرحمن بن راشد العلي المعاضيد متممة النداء متابعينا الكرام، من تتقدم هنا حاملة الرقم 30 الشاهينية وعبد الرحمن بن جابر البريدي. هنا الأسماء متابعينا الكرام تتقدم رويدا فرويدا، هنالك أسماء خلف المراكز الخمس أراها بالعين المجردة ترقبوا دخولها مع الكيلومتر الأخير. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى الذيبة، أعود إلى مبارك بن محمد الدهن من يتقدم بشعاره الكبير، من يتقدم بهذا اللون الجميل، من يتقدم بهذا الأداء الفريد. يتقدم الدهن مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. شد حيلك يا مبارك، الدين مطلوب في هذا الشوط، لكن اللي وصلت في هذه اللحظة اللي بتشن الحرب اللي شنت الغارة. هنا متابعينا الكرام حربة وسعد بن مبارك الضعيف من تقدم وأعلن التحدي 900 متر. أخيرة يا مضمرين المعلنين عن التحدي الوصول مع المركز الثالث. هنا مزيار وأحمد بن سلمان المنصوري الأسماء الثلاث، لابد أن يكون الناموس خلف هذه الكواليس أم الناموس مع الذيبة حتى هذه اللحظات مع الدهن. مبارك بن محمد الدهن من يقدم الذيبة مع المركز الأول المركز الثاني. هنا المنافسة، هنا حربة، هنا حربة. وسعد بن مبارك الضعيف الضعيف مع المركز الثاني والوصول في هذه اللحظة من الشاهينية وراشد بن شابل. ولكن ولكن الثلاثمية متر الأخيرة يدهن، روح مع التحدي، روح يا مالك الذيبة، روح. ولكن حربة حربة الذيبة حربة، الدهن الدهن والضعيف والأمتار الأخيرة الأمتار المجنونة. الضعيف الضعيف ولكن عاد، الدهن عاد، الدهن مع الإنجاز، الدهن مع الناموس، الدهن مع الذيبة مع المركز الأول. سلام للدهن سلام. المركز الثاني كان الوصول متابعينا الكرام من حربة وسعد بن مبارك الضعيف. المركز الثالث
وصلت الشاهنية وراشد بن شابل التوقيت الزمني لحظة الوصول 4 دقائق و40 ثانية و22 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.